السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في دوران ده اهو كده، ماشي اهو بنفس ايه الكيفية دي كده بتاعته. اقسمها نصين على اساس ايه؟ نص للجزء ده ونص ايه للجزء ده، بنفس ايه؟ بنفس الشكل اللي حضراتكم هتشوفوه ده كده بالظبط. ادي نص اهو كده ماشي اهو، والنص التاني اهو، لا معلش سوري، ده نص وادي النص التاني بتاعه. ماشي، نص لده ونص ايه لده. وبعد كده بقى اعمل ايه؟ نجيب بقى السيليا او الستان او البطانه اللي انت هتحطها ليها، ونبدا نقص بطانه ايه؟ نبدا نقص بطانه ايه؟ الظهر. نبدا نقص بطانه الظهر معايا. قد ايه؟ دي قد ايه؟ قد دي بالظبط يا جماعه. دي قد دي بالظبط اهي. اهو. مفيش حاجة احنا بنخبيها على حضراتكم، لأن قناتكم اسمها إيه؟ أسرار وابداعات الايه؟ الخياطه. ماشي؟ فما فيش حاجه ينفع ان انا ايه؟ طالما اسرار، يعني اصلا ما فيش حاجه ايه؟ اسمها سر ما بيننا وبين بعض في ايه؟ في الشغل نفسه. فهقص بقى ايه؟ ده قد ده بالظبط في الايه؟ في البطاقه. هبدا بقى اروح دلوقتي هنقص دوت، هبدا نروح على المكوه نلزق البرلون بتاعنا، تمام؟ عشان نبدا بقى على المكنه نقفل قصات البرنسس، تمام؟ بس هنشوف انا هعمل ايه في قصه البرنسس هنا بعد ما الزق البرلون بتاعه. اروح ونيجي لبعض تاني. لزقنا احنا البرلون بتاع الستر ناحيتين اهم ملزوقين. بصوا بقى، انا يعني ما احبش ادي معلومات والمعلومات ديت يكون فيها نوع من استعراض القوه في حاجه معينه، واللي انا اقوله لك ما تقدرش انت تنفذه. فانا بمشي معاك الحاجه خطوه خطوه كاني لسه بتعلمها معاك. يعني أنا بجعل من نفسنا الحاجة خطوة خطوة كأني لسه بتعلمها معاك. فأنا دلوقتي سهل جدا إن أنا أروح قصص قصة البرنسيس بتاعتي وأعمل التعويضات بتاعتي وأروح قصص البطانة، تمام؟ وأروح قاعد على المكنة مقفل الكلام ده كله. لكن أنا مش هسيب حضرتك أو حضرتك وأنتوا ما تعرفوش تعملوا الكلام دوت. يبقى انا اصلا ايه مدى الاستفاده من اللي احنا بنعمله؟ انا مدى الاستفاده اللي احنا بنعمله ان انا ماشي معاكم الحاجه خطوه خطوه على اساس نقدر نعملها سواء انا او حضرتك او حضرتك، تمام؟ يبقى المبدا الاساسي هو عدم استعراض القوه في الايه؟ في المعلومات اللي انا بديها لك. انا ماشي معاك خطوه بخطوه عشان نقدر ننفذ الحاجه ونوصل بيها للشكل النهائي اللي انا اقدر اللي حضرتك وحضرتك تقدروا توصلوا ليه، تمام؟ فانا دلوقتي بالفعل لزقت البرلون وماشي معاكم خطوه بخطوه، ده في الستر. وقصيت حته تنفع مصره. يعني انا دلوقتي ممكن اصلا كتير منكم هيقول ايه هي ايه المصره دي؟ المصره دي هو الكفر الداخلي اللي المفروض يغطي الجزء ده كده واكمل بالبطانه معانا.
تمام، برغم ان احنا اصلا اتعرضنا للكلام ده كله قبل كده، بس معلش انا في ناس كل مره بيبقوا مستجدين معانا. انا دلوقتي قصيت الجزء ده ورحت لازقه في زلين بقى، مش لازقه برلون اهو بالاسود ده كده، تمام، هو دوت اللي ظاهر قدام حضراتكم، ماشي. وهبدأ دلوقتي ايه، نشتغل بقى المصرة دي كده مع بعض، ماشي، وعشان نقفل في المصرة دي البطانة. شوف انا بعمل ايه، بقص المصرة زيها زي الجسم بالظبط اهو، تمام. وهقول لك ان احنا هنشتغلها ازاي عشان نعرف نظبطها بالظبط. انا كده بقصها ايه، ده زي ده بالظبط يا جماعه، ولا خارج عنه ملي ولا زايد عنه ايه ملي، مش سنتي ولا نص سنتي ولا ده، لا اهو كان ده هو ده بالظبط، ماشي، طول وعرض وكل حاجه كده. انا قصيت دي اهو، بص يعني كده مش باين ده من ده، لان ده تحت ده كده بالظبط، تمام. هاجي اجيب بقى الجزء الثاني، انا عايز اركب المصر ديت معايا، اركبها مظبوط. طب اركبها ازاي مظبوط، ماشي، بالاسلوب اللي انا هقول لك عليه ونمشي فيه خطوه بخطوه عشان ما تطلع النتيجه اللي احنا عايزينها، تمام. ايه اللي انا عملته دلوقتي، جبت بقى الجسم الثاني وحطيت ده فوق ده، بقوا كده الاربع حاجات فوق بعض، الصدرين اهم والمصرتين اهم، دول اسمهم المصره، ماشي. وهاجي اروح جاي بقى، بص مدي ايه، فورت الاربعه مع بعض، بعدها بشويه قد فورت تاني، بعدها بشويه قد فورت تاني، فورت رابع كده، بقت عندي ميزان اقدر اشتغل من خلاله، مفيش واحده تطلع اطول من واحده، مفيش واحده تطلع اقصر من واحده، مفيش واحده تقدر تلم واحده، كل الافراد دي لازم تقفل مع بعضيها، كل الافراد دي لازم ايه تقفل مع بعضها، تمام. هو ده زي ما بقول لك عدم الفلسفه في اعطاء المعلومه، انا عايز اوصل لك المعلومه اللي من خلالها تقدر تشتغل واقدر انا اشتغل ونوصل للنتيجه اللي احنا عايزاها، تمام. هبدا بقى اركب بقى الكلام دوت، هاجي اروح جاي بقى دلوقتي، ادي المصره اهي معايا، هاجي اروح جاي ماسك الجسم ده كده اهو، واروح حاطط المصره وش في وش، وش في ايه، في وش كده اهو، تمام. واجي بقى وانا بقفل اروح ايه، الفورت ده ماسك مع ده وده مع ده وده مع ده، ماشي. طب ماشي، ما انت بتقول لنا كده، طب ما تيجي نشوف الكلام ده مع بعض، وهقفل ده كله، هقفل ايه ده كله، يلا بينا ونشوف الكلام دوت مع بعض على المكن. نركب بقى المصرة اللي احنا قلنا عليها اهي، ما ننساش ان احنا ما عملناش اي حاجه دلوقتي مكنه، الا هو هنركب ايه المصرة ديت مع بعض، تمام. من فوق بقى من تحت خلاص ما تفرقش معايا، ليه؟ لان انا عندي ميزان ماشي بيه. ايه هو الميزان؟ ان الاتنين دول لازم يجوا مع بعض، اللي هي الافراط اللي انا اديتها بسن المقص، بس مش بخش كميه كبيره ده هو اصلا ايه، يعني ده يكاد يتعدى الثلاثة ملي اهو، تعالى دول اقفلوا مع بعض، اللي بعديهم دول لازم يقفلوا مع بعض. امشي بقى كده مستريح، ولا واحده هتطلع مني طويله، واحده تطلع مني قصيره، واحده مني تلم الافراد ديت، ماشي. زي ما قلت لحضرتك، لو انت لقيت حد تاني قال لك عليها، ماشي، يعرف ان هو واخدها مننا احنا، ليه؟ لان ديت حاجات زي ما بقول لك، هي ما بتجيش الا عن طريق ايه، الخبره المحضه بالايه، بالشغل نفسه. شايف بقى هنا اهوت، ولا واحده ايه طلعت اطول من واحده، ولا واحده اقصر من واحده، الاثنين مقفلين مع بعض، تمام كده، تمام. نيجي نروح مقفلين الناحيه الثانيه كده بسرعه اهو، لان احنا عايزين نقفل الفيديو دوت في ايه، في نبدا بقى ايه، نعمل نقص البطانه بناء على ايه، بناء على قصه البرنسيس اللي احنا هنعمل. شوف بقى ديت مقفله ديت مع دي، مفيش حاجه اطول اطول من حاجه اهو، ماشي، مفيش حاجه هتطلع منك اطول من حاجه خالص اهو. زي ما قلت لك، سواء ابتديت من فوق ابتديت من تحت، الاثنين معاك ايه،
واحد، الاثنين معاك واحد. يعني انا واقف فين؟ طب ماشي، طب ما تيجي نعملها من تحت اهي، هي هي لازم كله يقفل معاك. بص حضرتك ادي الفورت ده مع ده اهو، لازم يقفل ده مع ده اهو، ودوت لازم يقفل ده مع ده اهو. تمام كده. هنيجي نعمل ايه تاني؟ قال لك بقى تعالى حط لي ايه شيمه على ايه، على الداخلي ده اللي هو مش هيظهر ده كده اهو. ما انساش حاجه، هي الناحيه دي ايه؟ الناحيه دي اللي هي الشمال. تمام، احنا ناسيين حاجه بقى، ان احنا في مفروض زرزفه هتركب، زرزفه هتركب بتاعت الايه، بتاعت العروه والزرار اللي هنا. طب ماشي، هنعمل بقى الزرزفه دي ازاي؟ تمام، طيب نقفل ديت الاول ونشوف التانيه ديت اصلا ما فيهاش الزرزفه، فعادي. الزرزفه دي اللي هتبقى زي كده خارجيه عشان تتعمل عليها ايه، الزرار نفسه. هقفل دي اهي ونشوف التانية احنا هنعمل فيها ايه. خلي بالك الخياطة انا رميها فين؟ رميها الناحية دي اهي. بص حضرتك دي اهي مرمية كده الناحية دي، ودايس عليها بالايه؟ الشيمة اللي انا بقول لك عليها. الشيمة دي ميزتها ايه؟ ان ما تخليش قماش باصص من تحت لما اجي اتني ايه؟ الاثنين دول كده. بص حضرتك لما اجي اتني ده الكلام ده كده اهو، من غير مك ومن غير حاجه مش هتلاقي حاجه باصه من تحت. بعد كده اروح عامل ايه؟ بعد ما عملت الشيمه اروح مقفل بقى ايه، خد الرقبه دموت معايا اهو بنفس الكيفيه دي كده بالظبط. بص حضرتك، طيب بعد اذن حضراتكم احنا هنقف لغايه هنا، على اساس ان الفيديو ما يطولش معانا، ويبقى واقفين عند جزئية معينة مخلصين فيها جزء خاص بذاته، على اساس ان احنا يبقى كده ان شاء الله رب العالمين نلتقي في الفيديو اللي جاي ونكمل عليه. وللعلم بس انا بحب انوه لحضراتكم عشان ما يبقاش فيه نوع من الخداع او حاجة، ان الفيديوهات ديت او الفيديو دوت، الفيديوهات اللي انا بقسمها دي كده بتبقى فيديوهات اصلا قديمة وكانت في القناة، والناس بتجيني عليها اسئلة كتيرة جدا جدا، في حين ان الامر موجود على القناة. فبالتالي عشان ابذل جهد واعمل فيديو جديد تمام دوت بيستغرق وقت وبياخد ايه مننا كتير، فاحنا يعني يا ريت ان احنا لو انتوا حضراتكم بتتعبوا نفسكم وتخشوا على الفيديو، احنا انا مش هعمل كده تمام، وهشوف حاجه جديده. لكن بالفعل اقسم بجلال الله العلي العظيم ما بيعدي ساعه الا وبتيجي اسئله على الفيديوهات القديمه كلها تمام، فبضطر ان انا ارجع للفيديو ماشي وابدا. يعني قبل كده كنت بعمله مثلا الفيديو كامل على بعضه تمام، لا بدأت أقسمه وأخد منه أجزاء معينة. فأرجو أن أنتم ما تنسوناش من صالح الدعاء، الدعاء بظهر الغيب، الإعجاب بالفيديو شرط أساسي بطلوب من حضراتكم، الاشتراك في القناة وتزويد الاشتراكات وجزاكم الله خيرا على ذلك. زي ما قلت الإعجاب بالفيديو، زي ما قلت الاشتراك في الصفحات اللي هي في على الفيس، والاشتراك في القناة البديلة الدال على الخير كفاعلي، ده الأصل الأصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.